أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وتنادبت للذب عنهم عصبة ورثوا المعالي أشيبا وشبابا، من ينتدبهم للكريهة ينتدب منهم ضراغمة الأسود غضابا. يا خفوا لداعي الحرب حين دعاهم ورسوا بعرصة كربلا هضابا. يا أسد قد اتخذوا الصوارم حلية وتسربلوا حلق الدروع ثيابا. اتخذت عيونهم القصاطل جمع قسطل، ويقصد بها الغبار اللامع في الحرب، غبار المعارك. اتخذت عيونهم القصاطل كحلها وأكفهم فيض النحور خضابا. يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا. برقت سيوفهم فأمطرت الطلا بدمائها، والنقع ثار سحابا. وكأنما غنى لهم وقع الرطبا وسقاهم أكوابا، وكأنهم مستقبلون كواعبا مستقبلين أسنة وحرابا. وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا، وبعدهم الحياة عذابا. و
هم داعي القضاء، وكلهم ندب إذا الداعي دعاه أجاب، فهووا على عبر التراب، وإنما ضموا هناك الخرد الأترابا، ونأوا عن الأعداء وارتحلوا إلى دار النعيم، وجاوروا أحبابا قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلا وخوات حسين تنضى، ويلي لمطاح وتفايض منهم الهام، هو ومثل ما هو النجيم من خاب، هذا الرموح بفضادية تثنى، وهذا بيه لن الشاب رن، وهذا الخيل صدر راض رضن، وهذا وذاك بالهندي موذر، هو وما بين من قطعة وريدة، وقع راسي وبين الطارتيد، وبين مشبحي برمية شديدة، وبين الصار لن الشاب مكوار، يا ويل الروس شالوها على الزان، لعبة خيلهم عالجثث ميدان، نجوم تموج من دمها يا بغدران، نوب تطفح ونوب يتغوي، ركب غوجة تعن حسين ليه، لقاها بس جثث ومسلبي، يا ويلي صب الدميع وتحسر عليه، قال احتسب عند الله واصبر، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ما هي الميزة التي في المودة بحيث جعلها الله سبحانه وتعالى أجرا على الرسالة ولم يجعل أي شيء آخر دونها في محلها؟ أقبل يقولون جماعة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعرضوا علي هذا العرض السخي. قالوا له يا رسول الله انت ما قصرت ويانا، تعبت من اجلنا وفي سبيل هدايتنا، ولولاك لكنا من اهل الضلال واهل النار والعياذ بالله من ذلك. تحملت كل هالمعاناة وكل هذه الأذية في سبيل إنقاذنا، فصار لك حق علينا كبير. احنا جايين نعوض ولو جزء يسير من حقك علينا. هذه أموالنا بين يديك تحت تصرفك، خذ منها ما تشاء واترك ما تشاء، احنا ما إلنا أمر، اعتبرها الأموال أموالك. تاخذها كلها اخذها، تاخذ ثلاثة أرباعها اخذ، النصف اخذ، ثلث اخذ، ربع اخذ، كيف ما تريد أنت افعل ما تشاء. على كل حال هذا إحساس نبيل من هؤلاء ويشكرون عليه لا شك، لأن هذا الإنسان لما تقدم إلى خدمة ويشهد لك بمعروفه ويحاول أن يرد جزءا من معروفك عليه لك، هذا لا شك إحساس نبيل وطيب. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا الأمر متعلق بالرسالة، لا يمكن أن يقبل شيئا أو يرد شيئا بغير أمر من الله عز وجل، فانتظر ما يأتيه من أمر الله، سكت عنهم، لم يرد عليهم جواب لا بالنفي ولا بالإيجاب، لا قال نعم لا قال لا. فإذا جبرائيل ينزل من الله سبحانه وتعالى بهذه الآية المباركة، قل، الخطاب لرسول الله، وهذا الطلب مو طلب رسول الله، مو طلب رسول، طلب طلب إلهي، الله يقول لي أطلب هذا الطلب من أصحابك، قول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا، تريدون أن تؤدون لي حق تبليغ الرسالة، فتبليغ الرسالة كل أموال الدنيا لا تعادله، الدنيا وما فيها لا تعادل ذلك، ما يمكن أن تصير ثمن لتلك الجهود الجبارة ولذلك العطاء العظيم ولذلك الصبر الكبير والتحمل وأنواع الأذية. أموال الدنيا كلها ما تساوي، لئن يهدين الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، أو خير لك من حمر النعم أو من الدنيا وما فيها، وهو واحد. شلون هذه لأمة منقذ إلى هؤلاء بأجمعهم؟ فلا شك ماكو شيء يعادل العمل الرسالي، تبليغ الرسالة، هداية الناس. لكن إذا تريدون أنتون تأدون خدمة جليلة لرسول الله وتردون جزء من الجميل الذي له عليكم، فليس هناك طلب إلا أن تودوا قرابته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، الدنيا وما فيها ما تسوى، زين، ما تعادل، ما توازي. شنه الميزة في المودة حتى جعلها الله أجرا على تبليغ الرسالة؟ الأجر، الميزة في هذه المودة يتبين لما نعرف معناها شنو. المودة كما يقول أهل العلم والمعرفة هي أعلى درجات الحب، اللي بحيث إذا وصل إليه الإنسان شي يصير، يحدث هناك تمازج عقلي قلبي روحي نفسي، تمازج تام
وانسجام تام بين المحب وبين محبوبه. هذا الانسجام لا ينحصر في داخل الإنسان، لا يقف عند حدود القلب والعواطف الداخلية، وإنما يترشح وتفيض منه نفحات تنعكس على سلوك الإنسان، سلوكياته تصطبغ بصبغة من أحب، أفعاله تكون أثرا واقتداء بمن أحب. إذن إذا صار المسألة هالشكل فالمعنى واضح، أن النبي كأنه يريد، أو الله عز وجل يريد من عدهم أن يثبتوا من بعده على طاعة علي وأهل بيته. ليش؟ لأنه بذلك يكون هناك حفاظ على الرسالة، ويكون هناك امتداد للرسالة. وكأن هذا الطلب النتيجة الثمرة النهائية من عنده هو ديمومة الرسالة المحمدية وبقائها، مو مجرد حب ولا ميل عاطفي. لاحظ؟ سيجي واحد يمكن إلى حق أن يعترض، يقول إذا كان المقصود هو الطاعة ومقصود الاقتداء والاتباع، ليش ما قال رب العالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الطاعة إلا الاتباع؟ بأي لفظ يوضح هذا المعنى بشكل بين، بعد ما يخلينا زين نبحث هنا وهناك عما يبين لنا المعنى المراد؟ ليش ما قالها مرة واحدة بصريح العبارة؟ هنا نكتة مهمة جدا في المسألة، بين من يطيع، بين إنسان يطيع محبوبه وبين إنسان لا يطيع محبوبه. أكو واحد مجبر أن ينفذ أمر فلان من الناس، ما يشتهي، مو مسألة ما يشتهي، لكن همات ما يكره، نقول لا هو ما عنده وياه علاقة بالزايدة، ليس هناك رابط قلبي بينه وبينه، إنسان عادي ما بينه شيء، لا عداوة ولا صداقة، مثل العمل راح وعد يشتغل بعمل. هسا هذا يوم اللي يقولوا له روح سوي فد شغلة فلانية، يروح للشغلة الفلانية، بس شنو؟ لا يكلف نفسه أكثر من بذل الجهد المطلوب لإبراء ذمته ولإسقاط العتب عن، حتى لا يقول عنه ما سويت، حتى لا يقول عنه ما اشتغلت، حتى لا يقول عنه ما والله أنا رحت وما حصلت، رحت وما صارت الشغلة، زين سويت لكن ما يهتم في هذاك الاهتمام. لكن لو صدر أمر إليه ممن يحب، افترض عند زوجة عزيزة، عند الوالدة عزيزة، عند الأب عزيز، عند ابن عزيز، أخ عزيز، صديق عزيز، طلب من عند طلب يجيب له هذا الشيء، يذهب يبحث عن هذا الطلب في كل مكان، يبذل قصارى جهده من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي بالطلب. فيها تعب، فيها عناء، فيها مشقة، لكن كل هذا التعب وكل هذه المشقة ما دي يشعر فيها. ليش ما يشعر فيها؟ لأن دي يتحرك بحب، راح يتحرك بمودة لهذا الإنسان، حبه لذلك الإنسان العزيز على قلبه أنساه التعب وأنساه المشقة وأنساه كل شيء، ويخلص في ذلك، يبذل
طاقة وفوق طاقته، ربما من أجل أن يرضي من أحبه ووده، ويرجع تالي باللي عنده زين يكفيه علامة رضا من محبوبه، يؤنسه إذا شاب جاب له الطلب وعطاه إياه، فنظر إلى صاحبها يبتسم في وجهه. هذا فقط يكون عنده بالدنيا وما فيها، شايف؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا هؤلاء الأطهار، بس ما نريد الطاعة غصب عنكم بالرغم عنكم، لا، أطيعوهم بشوق حتى تكونوا مخلصين، تكونون مخلصين في طاعتهم، في الاقتداء بآثارهم، في الأخذ بنهجهم، مو جارينكم إجرارا، شايف؟ فهناك فرق بين هذا اللفظ وذاك اللفظ، والله سبحانه وتعالى لا يختار لفظا عبثا إلى معنى مهم. فقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يجي بعض الناس بكل بساطة يقول والله يا من تدعون التشيع ومحبة أهل البيت ومودتهم، احنا بعد مثلكم، احنا هم نحب أهل البيت مو بس انتو، احنا هم نحب أهل البيت مو بس انتو. الجواب على هذا شنو؟ الجواب على هذا نقول أن محبتكم ناقصة من جهتين، ناقصة من جهتين. من أي جهة؟ الجهة الأولى اللي تبطل هذا الزعم أن محبتكم لم تدفعكم للأخذ بمنهجهم ولا السير على هداهم ولا اقتفاء أثرهم. هذه أحكامكم الشرعية وهذه كتبكم، كل روى فلان وعلان وكذا جايبينها من شرق ومن غرب، وين علي فيها؟ وين الحسين فيها؟ وين الحسن فيها؟ وين السجاد؟ وين الباقر؟ وين الصادق؟ أين أهل البيت في كتبكم؟ يلا استدلوا، جيبوا لنا. ماكو. هذا جهة، هذه جهة واحدة. لكن تعال شوف هؤلاء الذين ادعوا التشيع وقالوا نحن شيعة لأهل البيت، هذه كتبهم قدامكم، لا يأخذون رواية من غير أهل البيت يعتمدون عليها، من الرسول ومن أهل بيته، هذا فقههم، هذا نهجهم، هذه سيرتهم، هذا شرعهم، هذه أحكامهم. هذه واحدة. الثانية أنكم تقولون بمحبة أهل البيت، لكن في نفس الوقت اللي تدعون محبة أهل البيت أيضا تقولون بمحبة أعداء أهل البيت. يعني تقولون نحب علي بن أبي طالب بس نحب معاوية أيضا، تقولون نحب الحسين بس نحب يزيد أيضا، وتدافعون عن الحجاج وتدافعون عن عبيد الله بن زياد وتدافعون عن عمر بن سعد وتدافعون عن فلان وفلان ممن قتلوا أهل البيت. هارون الرشيد مسوي له زنبليطة ومشاكل ذلك على شنو؟ وفلان وفلان. على كل حال تحبون أهل البيت وأعداء أهل البيت، يعني قلبكم يحمل الصديق والعدو، شلون تصير هذه؟ وين استوت؟ يصير أخلي في قلبي رسول الله وإلى جنبه أبو جهل؟ ما يصير، ما يمكن. إذن هذا الدعاء بالباطل،
ادعاء لا يصدقه الواقع. أكو أمران ينبغي الالتفات إليهما في المودة: التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. أتولى لأولياء الله وأتولى لأعداء الله؟ ما يمكن. الأمر لا يستقيم إلا بهذا: إني أوالي وليكم وأعادي عدوكم، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. هذا هو النهج الصحيح والخط المستقيم. غير هذا لا تقولون لا تحجون. إذا تريدون تصدقون الأمر كونوا كالرجالات التي والت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فبذلوا كل غال ونفيس من أجل رضاهم والدفاع عن قيمهم وحراسة حوزتهم، بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل ذلك، كل ذلك إطاعة لأمر الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فكانت تلك المودة الصادقة هي مودة حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب الذي يمكن يجهله الكثير، لكن الحسين كان عارف به تمام المعرفة. شوف الرسالة اللي وصلها إلى حبيب: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر. الرجل الفقيه يعني مرجع، يعني بتعبيرنا اليوم اصطلاحنا العصري آية الله العظمى حبيب، ها؟ بهذه المثابة. بس هو أكبر من هذا المقام أيضا بكثير، لأن حبيب كان من حواري علي بن أبي طالب المختصين به، الذين كانت لهم القابلية لاحتواء علم المنايا والبلايا، والمدرجة مو كل واحد يوصل إليها، عند اطلاع على بعض المغيبات من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني علي وجد فيه المكانة الرفيعة المرموقة، الحسين أيضا يشهد له بذلك. أما بعد، فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله، وأنت أعرف بنا من غيرك، فلا تبخل علينا بنفسك، يجازيك جدي رسول الله أو جدي يوم القيامة. رسالة مختصرة، الحسين ما طنطن فيها. ليش ما طنطن؟ ليش ما جابها طويلة عريضة؟ لازم تلتفت إلها هالمعنى، هذا أيضا لازم يلتفت إليه. زين، لما تريد تطرش رسالة أنت تقرأ اللي تريد تودي له الرسالة. واحد تريد من عنده يساهم معاكم مثل معانا في مشروع من المشاريع، عندك مشروع تريد يساهم فيه، مشروع خيري، زين، إلى علاقة دنيا الناس آخرة الناس، فأنت تبدأ من البداية تقدم إلى بآيات وتتبعها بأحاديث وحكم وتتبعها بأمثال وتتبعها بتفاصيل المشروع وما شاكل ذلك وبعض الكلمات الأدبية المنمقة، كل هذا من أجل أن يتأثر ويقبل يساهم وياك بالنتيجة في المشروع، ما الشكل؟ لكن أكو واحد ما يحتاج لكل هذا الطنطنة، هذا بس أشر عليه قل له تعال يجي، ما يحتاج يقول له فلان كذا كذا كذا، لا. شوف حبي الإمام الحسين ما طولها وياه، مقدمة عادية يعني طبيعية، مقتضى الحال مثل ما يقولون اللي يطرش رسالة، تمام. شهادة من أكبر الشهادات يعطيها لحبيب، ثم يدعو تعال لنصرتنا، خلص ما يحتاج يطول إياه.
وإجاك مسرع. هو من زمان دا ينتظر هاللحظة السعيدة، من زمان دا ينتظر هاللحظة، وقد جاءته الآن يتركها أبدا. أخذ كتاب الحسين، قبله ووضعه على عينه وجبهته حبا وكرامة يا ابن رسول الله. وإذا ذولاك العيون من أهله راقبون بيت حبيب، هذا رسول الحسين جاي لحبيب، ايش عنده وياه؟ تعالوا تعالوا خلينا نروح إليه، إذا كان عنده عزيم نمنعه. بس حبيب هم يعرفهم زين، ويعرف مكرهم وخداعهم وموقفهم في المسألة. دخلوا عليه الدار زين، قالوا يا حبيب إن الحسين قد وصل إلى أرض كربلاء وهو يطلب النصرة، وقد عزم القوم على قتاله، فما تقول؟ ألا تذهب لنصرته؟ ألا تذهب لنصرة الحسين؟ قال لهم ما لنا والدخول بين السلاطين. قالوا نعم هكذا ظننا فيك، هكذا ظننا فيك. كلمات أراد أن يصرفهم بها عنه وعن يصرف أذاهم عنه، طلعوا من عنده مطمئنين ما راح يروح. الحرة زوجته، هذه اللي مثال الولاية، حبيب من الرجال وهذه من النساء، هذه المودة الحقيقية. تسمع الحوار والنقاش بين حبيب وبني عمومته من وراء الستار، بس ما طلعوا منه خرجت هي. حبيب ما كلام سمعته منك آنفا؟ قال وما سمعت؟ قلت له سمعتك تقول ما لنا والدخول بين السلاطين، يعني ما راح تروح تنصر الحسين. قال لا، لما أذهب؟ أراد أن يستخبر نياته هي، كيف رأيها سلام الله عليها رضوان الله تعالى عليها. إيه؟ فقالت له إذن يليق بك أن تلبس مقنعتي هذه. شالت المقنعة وذبتها على حبيب. هذا موقف مو موقف رجال موالين محبين. وبدأت تذكره بكلام رسول الله في حق الحسن والحسين. أراد أن يستعلم نيتها أكثر، قال أخاف أن تتيتم أطفالي وأن ترملي من بعدي. قالت حبيب دعنا نأكل التراب واذهب لنصرة الحسين، ما لك شغل ويانا، احنا إلنا الله. وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، أوالي وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة، جيب العمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة. ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعت، قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمن، ذاب قلبي من سمعت بكربلة خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت. قالت إذا لي إليك حاجة، ما تريدين؟ قالت إذا وصلت كربلاء فأبلغ عني الحسين وزينب السلام. قال حبا وكرامة، وكان قد أرسل جواده مع غلامه
إلى خارج الكوفة لئلا يطلع على خبره أحد ويكتشف أمره فيمنع. يقولون فخرج حبيب بعد أن ودع عياله وأهله، أقبل حتى وصل قريبا من الغلام فإذا هو يخاطب الجواد: يا جواد سيدي، لقد أبطأ سيدي، فإن لم يأتي إليك لأعلون صهوتك وأذهب لنصرة سيدي ومولاي الحسين. فاختنق حبيب بعبرته لما سمع كلام الغلام، أقبل إلى أكمل قائلا: الله يا أبا عبد الله، العبيد يتمنون نصرتك فكيف بالأحرار؟ أقبل إلى الغلام سلم عليه قال: أنت حر لوجه الله. قال: ما أنصفتني يا سيدي؟ قال: ولم؟ قال: تذهب أنت إلى الجنة وأذهب أنا إلى النار، ولكن أمضي معك لنصرة سيدي ومولاي الحسين. فجزاه خيرا، وقيل أردفه معه على فرسه، خرج معه حتى إذا قربوا من أرض كربلاء وثارت الغبر من ناحية الكوفة، التفت الحسين إلى أهل بيته وصحبه قائلا: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب، فقد أقبل لنصرتنا. فخرج أبو الفضل العباس وعلي الأكبر وبقية الهواشم مع الأصحاب في استقباله، وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربل. يطلع عباس البطل باولاد اخوي يستقبل: مرحبا قل الشهيد وزينب تقل الاهل، وصل مستبشر لابو ساكن اوتينا والرايه، جاه من زينب سلامي ومدمع في الحالسة. أقبل يسلم على العيلة وعلى ذيك الأطفال: يا صاح يا زينب، أقل لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع، تطوف بك الأعداء من بلد إلى بلد، ورأس أخيك وبقية آل بيتك على رؤوس الرماح من أمامك ومن حولك. قالت: وعليك السلام يا حبيب، أهلا بناصرنا أهل البيت يا حبيب، الله الله بالغريب. قال: لأنعمنك عينا حبا وكرامة يا سيدتي. وما قصر حبيب ابن مظاهر بأبي وأمي، وفى ذاك اليوم يوم العاشر بما وعد بنصرته للحسين سلام الله عليه. عاد شوف يقولون الحبيب كان يحمل باعتباره كان قائد الأنصار وحامل راية الأنصار، كان يحمل
بين الفينة والأخرى، فيقاتل القوم ثم يرجع إلى مركزه ودموعه تتحادر على خديه. يقولون التفت الحسين إلى حبيب وإذا الدموع تسيل من عينه على وجنتيه وكريمته. قال: حبيب مما بكاؤك؟ ليش تبكي حبيب؟ أذكرت الأهل والأوطان فصرت تبكي؟ فأنت في حل من بيعتي، روح مبرئ الذمة. فبكى حبيب حتى اختنق بعبرتي. قال: سيدي ليس لذلك أبكي. إذن مما تبكي؟ قال: ذكرت زينب وما يجري عليها من بعدك، فبكيت لحالها وما يجري عليها من الأسر والأوايان. أيوا مصيبتان. فلما حمل الحملة الأخيرة قتل 62 فارسا واحتوشه القوم من كل ناحية، أقبل إليه لعين من خلفه طعنه بالرمح في خاصرته، وضربه آخر بالسيف على رأسه، فهوى إلى الأرض صريعا. أراد أن يقوم الثانية فضربه ثالث بالسيف فوقع إلى الأرض. صاح: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أسرع إلي الحسين سلام الله عليه، جلس مؤبنا له: أشهد لك أن لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. ثم قال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ما قصر حبيب، لكن المصيبة لحبيب ما انتهت إلى هذا الحد، امتدت إلى أرض الكوفة. لما أدخلنا السبايا خرج الناس للفرجة، ومن بينهم خرج ولده القاسم وله من العمر 12 سنة، وكان كثيرا ما يسأل أمه عن أبيه أين هو غائب، فتقول له: إن أباك قد سافر للتجارة ويرجع إليك رابحا إن شاء الله. وكانت تقصد التجارة مع الله سبحانه وتعالى. بينه وكذلك وإذا بفارس قد أقبل على جواده، قد علق رأسا في عنق فرسيه وتضرب بحبي ركبتيها كلما تحركت. نظر إليه، الدماء قد خضبت شيبته، دقق النظر فإذا ورأس أبيه حبيب. فلطم على خده ونادى: وأبتاه وحبيبا ومصيبتا. يقول لي: يا أب كل ما قلت لأمي وين وعلينا، قالت لي: مسافر عسى الله يرجع علينا. ظليت انا عد الليالي وطالت الغيب، جرعتني على صغر سني يا الاب مصيبه، راسك ياه الذي راسك يا ياب بالدم خضب شيبا، رأسك لفانا والجسد يا ياب في وين. أبي يا ياب ما تدري ايش سوى الدهر
بحوالي خليتني يا ياب بالكوفة بلا والي يا برخصتني ليش وانا عندك الغالي والياه العقب عينك اللي يشفق علينا اجا الجواب بلسان الحال من حبيب قال له حبيب ومدمع في وجنته هامي مثل التجارة ما شفت في جملة ايامي بعت وشريت بموجتي في محبتي مامي كل يا نور العين فدوى لبسكين بني إن آلمك اليوت إن آلمك فراق أبيك وعز عليك ذلك لكن إلك إسوة إلك سلوة انظر من حولك شوف هؤلاء النسوة والأطفال مغللين بالحبال يضربون بالسياط كلما بكاوا انظر إليهم وتسلى ما بحالهم وما يجري عليهم وقد فقدوا أعزتهم قل لين كان يا ابن اليتم ما تقدر على حوالك يدير النظر عاين يتام حسين واطفالك وشوف الذي بين الأجانب يسحب غلال الجام عب صدره وبرجله مقيدين بعد بعد السلوى الأعظم لك بني اسمع يا عزيزي قل له أبوك يا ابن ذبح وظل مرمي على الغبراء أبوك يا ابن ذبح وظل مرمي على الغبراء لكن عقب الذبح ما نال مثل مدلل الزهراء عقب الذبح ما نال مثل مدلل الزهراء كأن يسأل أبا ما الذي فعلوا بإمامي الحسين قال لبني بالخيل رضى وجثته وداس الشمو نصر ابن بنت نبيهم وعند مماتهم يوصي بنصرته الشفيق شفيقا يا الله نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا اقض حوائجهم ارحم موتاهم شافي مرضاهم اغن فقراهم يسر أمورهم سهل مطالبهم. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم منهم بأحسن قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد واغث شيعة محمد وآل محمد في كل مكان.
فرج اللهم عنا وعنهم بفرجك القريب العاجل يا الله. فرج عن إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العاجل يا الله يا